الشؤون السياسية. خليني نكون لتحكي على الزعيم بشكل والسياسي بشكل آخر. من يريد أن يكون زعيم يكون نسخة مكررة لمسعود البرزاني في النفتر. هذا احترام العهد، احترام الكلمة، احترام التعهد، الصدق، الدفاع عن مصالح شعبه، لا يساوم على القضايا المصيرية، لا يتنازل عن حقوق شعبه لصالح فلان أو علا. نعم. الشيعة عندهم سياسيين أيضا، سياسيين أدائهم سيء وسياسيين فاسدين وأكو زعامات. الكرد صدقني عندهم أداء سيء وعندهم سياسيين أكو زعامات. مو دقيق هذا الكلام، خليني حتى ما نستسلم. أولا الكرد أدائهم ليس سيء، الكرد حققوا لشعبهم إنجازات في دستور العراق لا يمكن أن تتحقق لولا ذكاء ودهاء القيادة الكردية. الكرد عمروا هذا العراق كله، أخذ نفس الحصص المالية. اليوم مريضنا يروح إلى كردستان، حياة أولادنا في المدارس الخاصة نوديهم يعيشون في كردستان، الجامعات المحترمة في كردستان، الخدمات. الطرفان الشيعة والسنة يتحملون المسؤولية التاريخية عن الذي جرى في العراق. وأرفع تحية هساني، أرفع عقال هساني ما شايل، أرفع القبعة لمسعود برزاني ولنموذج كردستان. فبكردستان سيكون العراق عراقا وليس بالمحافظات المصطحش، لأن نموذج فعلا كان الاستثناء الوحيد الجيد من ذلك. لا يمكن بأي حال من الأحوال المقارنة بين الزعيم مسعود برزاني وبين هاي الشلة العصابات الحرامية اللي تحكم بغداد والرمادي والموصل. بموضوعية أنا أشوفهم أفضل من سياسيين. اعطيني واحد مسعود برزاني عربي واحترمه ولازم أغار من عده وأبني بلدي مثل ما هو بنا، مثل ما هو بنا كردستان. ومصير الأكراد أخافها ما تدي شوية، أنا بالسياسة استراتيجي بعيد المدام، مو تكتيكي وآني وحشايتين وفي مال. لا بالأخير الأكراد طالعين، لا أقول لك ولا تقول لي، لا تعب نفسك، مو اليوم غدا، وإن غدا لناظره. أف حزبه يبردوان بيت وأف ملته يبردوان بيت له بشكيريا بارتي. هیچ هزک به جنابیت پارتی به چمینی تو پارتی بگیرد.